عزيز المشاهد تابعنا يمكن يعجبك. تكفي شويه وجاوب صح، جوايز قيمه حلوه ترضى. تكفي شويه وجاوب صح، جوايز قيمه حلوه ترضى. نعايتك يا عسى فكر شوية وجاوب صح، هذا خسر لا غضوب وهذا ربح، ألف مبروك وهذا خسر لا غضوب وهذا ربح، ألف مبروك. فكر شوية وجاوب صح، فكر واربح فكر واربح. اهلا بكم اعزائي المشاهدين، اليوم انتقلنا الى ممشى السرة، خلونا نشوف الناس اللي متواجدين هنا يعرفون اسئلتنا ولا لا. تعرفون من اول من نقش اسمه على الدراهم والدنانير في الاسلام؟ ما ادري، من ما ادري اي عهد، بس اموي او العباسي هو من الخلفاء الامويين. يعني نفس الشيء، ما في، لان انا من النوع اللي ياكل. لا والله ما اعرف انا. انا لا. زين اذا مو انت منو؟ امي. اذا مو امك؟ ريلي. واذا مو ريلي؟ ولدي عيل مشاري. اظن اليابان. عندك دراهم انت ودنانير الحين ولا ما في؟ لا موجوده، كل خير ان شاء الله. ف في كان عندي 100 فلس. هذه 100 فلس ها؟ زين حلو. اي ما عرفت. بل الكويت مشكور. لحظه لحظه لحظه. ماكو اختيارات؟ لا. شوف هي شغله صوب فيلك هذاك صوب الاسكندر الاكبر وانت رايح كذي. اسكندر الاكبر هو اول شخص في الاسلام. هارون الرشيد؟ هارون رشيد. بالفعل هارون الرشيد هو أول من نقش اسمه على الدراهم والدنانير في الإسلام. شلون عرفت هالمعلومة؟ والله أقرأ وايد أنا. أقرأ وايد. سعدنا بلقائك. شركة أولاد عبد العزيز الراشد قسم الأجهزة المنزلية قدم لك هدية بقيمة 50 دينار، عبارة عن جهاز لتنظيف السجاد زايد دفاية هوائية، عنوانهم حوالي شارع تونس 265-4-64. نظارات الشمري قدمت لك نظارة شمسية بقيمة 40 دينار، عنوانهم شارع فهد السالم عمارة الخالد مقابل مسجد ملا صالح 2413-442. طفل المستقبل قدم لك دفتر ألعاب بقيمة 10 دنانير 2451-999. سعدنا بلقائك. الله يسلمك. إذا عرفنا عزيزي المشاهد أن الحرير الطبيعي يستخرج من دودة القز، سؤالنا على ماذا تتغذى دودة القز حتى يستخرج منها هذا الحرير الطبيعي؟ من الأعشاب. وما أدري معلومة في الشغلة. زرع. أي أنواع من الزرع؟ والله ما أدري، حلمي علمك. إذا عرفنا أن الحرير الطبيعي يستخرج من دودة القز، سؤالنا على ماذا تتغذى دودة القز حتى يستخرج منها الحرير الطبيعي؟ على ورق التوت. ورق توت. بالفعل دودة القز تتغذى من شجرة التوت. عدل. تستاهل جائزتنا. بالفعل إجابتك صحيحة، شجرة التوت. مركز الماس للهدايا والساعات قدم قلم ماركة فالنتينو بقيمة 35 دينار، عنوانهم مجمع المثنى 24014453. أيضا جريدة الرأي العام أعطتك اشتراك لمدة عام، تلفونهم 4817777. في بن العميد قدم لك كوبون مشتروات بقيمة 25 دينار، عنوانهم السالمية شارع سيد ياسين 5740888. أيضا مؤسسة إمبراطور الكمبيوتر قدمت دورة شاملة بعلوم الكمبيوتر 2656101. شوف شلون دودة القز شكد ريابت لك. جزاك الله خير. هذا القلم الفالنتينو. احسن، شكرا. وهذه جوائزك. جزاك الله خير، شكرا. كثر من التوت. اشكرك. السلام عليك. مع السلامة. تعرفون اعزائي المشاهدين ايش حق عيون القط وتبرق بالليل؟ ما حد فيكم سأل نفسه السؤال هذا، ايش حق عيون القط وتبرق بالليل مو عيون الآدمي؟ والله ما
صادفتك هالحاله هذه يلمع عينه تلمع مع الليت عيونه حلوه نظره قوي يعكس شنو بعينه في شيء يعكس شنو اللي بعينه ما اعرف لا بس ماكو اختيارات لنا وايد بس ما ادري ليش والله يعكس عليها الضوء يمكن ليش يعكس عليها الضوء ايش حقه ما يعكس على عين الانسان مثلا لانه ما ترمش عيونه يمكن ما ادري عشان يطالع يعني يشب عيونه تعرف ليش عيونه تبرق نظرته عاده لان نظرته عاده مستقيمه فتشوف هالظاهر انعكاس من الضوء ليش يعني شو المعنى مثلا عيون الادمي اذا بالليل حطينا الليت عليها يعني سولوس ناسي والله اي والله فسفوري ها ما ادري كم قضوا نحطهم بالشارع وبالنهار عيونه تسكر والله ما عندي فكره في اني ليش عينه تبرق تغد القط عيونه بالطول صايره اي بس ما ادري ليش في اني عشان هو يشوف بس في الظلام يعني عمرك شفت قطو بالليل عيونه تبرق اي وايد ما سألت نفسك ايش حق القطو عيونه تبرق بالليل والآدمي مو كذي يمكن مركب عدسات ايش قطو بالبيت انسان غير عن القطو حيوان كل انسان بشر والقطو في ميزه يعني ميزته النظر يعني غير عن الانسان عمرك شفت قطو عيونه تبرق بالليل اي نعم ما سألت نفسك ايش حق عيون القطو تبرق بالليل ايش حق مو الآدمي مثلا اساس القطوه لها طبقه من الخلايا اي صح تخلي الليت يعكس عليها نفس تقريبا المنظر هذا بالفعل انت قلت اجابه صحيحه 100% القطو على عينه طبقه من الخلايا الشفافه تعكس الضوء نعم ظهرت ربك طول بالبيت نعم جاليري العثمان للمجوهرات قدم خاتم ذهب بقيمة 50 دينار حوالي مركز العثمان الدور الأرض 266-3962 شركة ماك للسياحة والسفر قدم تذكرة سفر كويت للبحرين للكويت شارع فهد السالم مقابل مسجد ملا صالح 2409001 مؤسسة عبد النبي الصراف الكهربائية قدم لك معلقة كريستال قيمتها 113 دينار معرضهم بالري 4737304 تخيل هالقطوة ايش كثر يابت لك مشكور جزاك الله خير يعطيك العافية المسك نوع من انواع العطور الغالية جدا تعرفون من اي انواع الغزلان يؤخذ المسك كذا نوع فيه مثل شنو في المها في الوضيحي في العفري اعتقد المها هو قال المها انت شو تقول المها مها ولا تهاني؟ لا المها ما تفهموش عليه مغربي ما تفهموش عليه لا نفهم عليك يلا تفضل غزال تعرف الغزال؟ طبعا فهمنا عليك يؤخذ منه المسك المسك آه صح تمام؟ أي أنواع الغزلان يؤخذ منها المسك؟ ما هو اسم هذا الغزال؟ ما أعطيني اختيار أعطيني يعني ثلاثة ونختار واحد كل الاختيارات اللي عندي خلصوا لا أعطيني بس ثلاثة أولاد نختار واحد ما فيش اختيار نعرف الغزال بس الغزال ما أدري ما أعرفه سؤالنا يبي صياد ماهر أتوقع أن تكون أنت تعرف المسك إيه نعم تعرف من أي أنواع الغزلان يؤخذ المسك لا والله طار انت تحط دهن عود ما تحط مسك لا هذا ولا هذا نبات انا ما اعتقد نبات الاغصان الاغصان هذا بخور هذا مو مسك سال واي صاحبنا تعرف المسك؟ اي نعم يؤخذ من اي انواع الغزلان؟ المسك غزال المسك شلون؟ لحظة عيدها مرة ثانية ما نبي نغلطك شنو قلت؟ غزال المسك غزال المسك بالفعل المسك يؤخذ من غزال المسك وأعطيك معلومة أنه يؤخذ من الذكر فقط
من الغزال الذكر من بطنه، هذه المعلومة حقك. طبعا انت شيرتها كذي ها، لكن تستاهل جائزتنا. بالفعل المسك يؤخذ من غزال المسك. الأربش للمجوهرات قدم خاتم ذهب بقيمة 50 دينار، عنوانهم شارع عبد الله السالم 24616444. انت مو متزوج طبعا ها، هذا حق امك. مشكورين. سابلي للحلويات قدم كوبون مشتروات بقيمة 20 دينار، منو الغزال قلنا؟ الذكر غزال المسك. غزال المسك مشكور. مشكور. نقول حق اللي متفطرين فول اليوم، ما هو مفرد فول؟ الفول؟ الفول هو جمع، هو الفول فولة. ما أدري فولش يعني، ما يصير. بس ما شنو اختيارات؟ ما في فوليلة ما. شنو يلا؟ فولة. فولة وغير الفولة. لا مو فولة، شنو؟ ما أدري. ما أدري. أقول الفولة. فول بعد. فلة. لا قسيمة. فول جمع. اتوقع المفرد شنو؟ تحب الفول أنت؟ إي نعم. شنو؟ حبة فول. حبة فول صح بالفعل، حبة فول. أيوة. على وزن قمح، حبة قمح. راح نعطيك مجموعة من الجوائز. الجميل قدموا لك كوبون مشتروات بقيمة 50 دينار، 5754411. شركة البروتين الكويتية قدموا لك كوبون مشتروات من منتجات الشركة بقيمة 30 دينار، 4311300. البروتين عندهم فول، كثر منه. يعطيك العافية. شكرا. شكرا. هلا والله. أعزائي المشاهدين، حلقتنا انتهت. شكرا لكم وشكرا لصاحب القاري اللي سمح لنا نقعد هني. مع السلامة. بس خلاص خلاص خلاص. وقف وقف. جرس تشيكن بوكس. هاي العزيز المشاهد، تابعنا يمكن يعجبك. فكر شويه وجاوب صح، جوائز قيمه حلوه ترضى. فكر شويه وجاوب صح، جوائز قيمه حلوه ترضى. نعايتك يا عساك توم تكفار. فكر شويه وجاوب صح، وهذا ربح ألف مبروك. فكر شوية.